السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم يا شباب هنتكلم فيه على عطل شائع عند كل الناس في أغلب المنازل وفي كل البيوت، هو سبب انقطاع الإشارة على الريسيفر. سبب انقطاع الإشارة في الريسيفر، يقول لك لا توجد إشارة أو نو سيجنال. فأنا حابب أتكلم مع كل أصدقائي ومع كل المشاهدين في إن يعني أغلب الأعطال بتكون خطأ من حضرتك، خطأ من حضرتك في البيت. بتيجي طبعا تفك الريسيفر عشان تروح تحدثه عند اي حد او تعمل ليه شفت ملف القنوات او تحدث القنوات، وبتيجي طبعا يعني اغلب الاعطال والحاجات اللي بتيجي لي انا شخصيا قول لي بلاقي. يعني مثلا عندك طبعا كل الاجهزه الحديثه اللي طلعت اللي هي الريسيفرات الصغيره اللي زي كده اللي هو السالك وال وطبعا السان بلس، الاجهزه السان بلس الصغيره برضو اللي زي كده. هقول لحضرتك دلوقتي ايه المشكله اللي حضرتك انت بتعملها في بيتك وبتحرق اي سي الاشاره. في برضه الاجهزه الصغيره اللي زي كده تمام. كل ده الاجهزه الصغيره اللي طالعه دي يا جماعه تختلف تماما عن الاجهزه القديمه بتاعه زمان. طب ايه الاختلاف في الريسيفر الصغير وايه حجم الاختلاف في الريسيفر الكبير؟ ممكن ده يبوظ مني ازاي يا استاذ؟ طب انا مشغله في الشاشه او مركبه في البيت بقاله سنين. طيب طول ما انت ما بتجيش ناحيته وما بتفكهوش وما بتروح تحدثه وتيجي تركبه تاني، انت بترتكب خطا كبير كبير كبير. ايه هو الخطا؟ ان حضرتك طبعا لازم الصاموله بتاعه الاشاره بتاعه الدش، يعني اغلب الناس اللي بيجي لي انا هنا شخصيا بيبقى جاي عايز يحدث الريسيفر وجاب لي الريسيفر كده ويقول لي انا عايز انزل عليه قنوات اللي هي 2021، عايز انزل كل القنوات الحديثه عليه. تمام؟ فبلاقيه جايب لي الصاموله دي معاه، هو ملص السلك، ملص السلك ده فكه من سحبه كده من الريسيفر. طبعا بيجي عندي بعمل له ملف قنوات، بنزل له القنوات متعربه ومترتبه وتمام. طبعا بيروح في البيت هو هناك يروح علشان يركب الصاموله دي بيحاول يعمل كده او يوصل الصاموله دي غلط، اللي هي الاف كونكتر دي بيوصلها غلط. هقول لك بتوصل غلط ازاي وهقول لحضرتك بتوصل صح ازاي، علشان انت لو حضرتك يعني غير فني تبقى انت عرفت توصلها ازاي في بيتك علشان ما تحرقش الجهاز. نصيحة مهمة لكل اخواتي وكل حبايبي على مستوى العالم، انك انت لما تفك الريسيفر زي كده عشان تحدثه لازم تعرف توصل الصامولة دي تاني ازاي. مبدئيا انت عندك سلك الاشارة زي كده، لو انا عايز اوصله صح انا بقشر السلك كده، او لو في حتة مقطوعة في السلك تتسبب برضو في ان تحرق عندك اي سي الاشارة. طيب مبدئيا انا بفك الشعر كده بتاع السلك كده وبتنيه بنفس الشكل ده كده بالظبط. تمام؟ بعد ما اتني ده كده تحت خالص كده، ده ارضي، ده ارضي يا جماعه، الخط اللي في النص ده كهرباء. ده كهرباء بيبقى عليه فيه كهرباء. فطبعا لو لمست فرده واحده من الارضي على الكهرباء تعمل شورت تروح حرق لك اي سيهات الاشاره بتاعه الريسيفر، تحرق الاي سي بتاع الريسيفر. الاجهزه القديمه ما كانتش بتتحرق لو السلك ملفوف على بعضه، هقول لك ليه. هقول لك ليه دلوقتي. طيب انا دلوقتي شاهد معايا بس السلك بيتعمل ازاي الصح. طبعا الصباع النحاس ده معزول زي ما حضرتك شايف، صباع النحاس ده معزول بالشكل ده كده حاجه ممتازه، والشعر ده كده تحت. بتيجي بقى تركب انت حضرتك الصاموله بعد كده، تركبها بالشكل ده كده اهو، تركب كده الاف كونكتر كده بالشكل ده. وبعد ما تركب دي كده كويس، طبعا عندك السن ده، السن ده ما يبقاش طويل بالطول ده كله، لازم يبقى بارز بس حاجه بسيطه عن الاف كونكتر. هتيجي هنا كده هتقرض دي، هنشيل دي كده بالشكل ده تمام كده. الوضع ده تمام، تركيب دي كده تمام، ما يحرقش الاشاره ولا يبوظ عندك عطل الاشاره. انا بتفاجئ ان اي حد بيجي يعمل عندي تحديث، طبعا بلاقي عنده الاتش شغال والفي شغال، يروح هو هناك يحرق، يوصل غلط ويحرق الريسيفر ويرجع لي تاني يقول لي ده القنوات مش شغاله عندي. لو انا راجل يعني سيء النيه وعايز كل الناس تبوظ وانا اصلح، انا مش هدي لك المعلومه واقول لك حرص من الحاجه الفلانيه علشان ده انا هشتغل عليه. لو انا راجل يعني عايز استفاد واتربح بطريقه غير شرعيه، لا انا عايز انت تبقى عارف نفسك بتعمل ايه علشان برضو تحرص انك تبوظ الحاجه دي. طيب مبدئيا انت هتروح تجيب السلك زي كده، وبعد ما تركب الاف كونكتر كده بتجيب شريط لحام وتلف على الجزء ده زي كده. هقول لك ازاي تلف بشريط اللحام على الجزء اللي تحت ده كده تمام. انا بقى هقول لك
انت بتحرقه، بتحرق الريسيفر وبتحرق اي سي الاشاره فيه بسبب ايه، وايه الخلل اللي انت بتعمله هنا بيخلي الاشاره تتحرق عندك. تتفاجأ ان القنوات اللي هي قنوات مثلا ايه اللي هي الترددات بتاعتها الاتش شغاله والترددات الفي غير شغاله، يعني ايه مفرجن، الاتش شغال او العكس، او الفي قاطع وده شغال. فيا ريت كل اخواتي وحبايبي يخلي بالهم معايا، علشان انا هتشاهد معايا دلوقتي بالشرح هقول لك ازاي تقدر تحل المشكله علشان تحافظ على جهاز الريسيفر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هقول لك تعمل ايه، هقول لك انت بتعمل ايه تحرق الاشاره، هقول لك بتعمل ايه عندك بتحرق اي سي الاشاره في الريسيفر. طبعا انت بتقول لي انا بعرف اركب الاشاره وبعمل، شايف الشعر ده حضرتك؟ لو في واحده بس، لو في شعرايه واحده من الرفيعه دي، الشعرايه دي بس كده، شايف شعرايه واحده بس، بص عامله ازاي، رفيعه جدا. لو واحده بس جايه كده، جايه كده كده، ولفه عندك على الصباع النحاسي اللي في النص ده كده، وانت مش واخد بال حضرتك ورحت مركب الاشاره، تيجي بقى تركب حضرتك في الريسيفر بتاع حضرتك كده، شكرا كده شكرا، الاي سي عندك هيطير وهيتحرق، وهتلاقي الريسيفر كاتب لك على الشاشه لا توجد اشاره. طبعا انت تروح تصلح وتعمل عند الراجل الصنايعي. ده المشاكل اللي احنا بنواجهها يا جماعه، والمشاكل اللي هي كتير بتلف على اغلب الصنايعيه. طبعا تروح تشغل عندك في البيت تاني وترجع له تاني، تقول له يا عم ده الريسيفر اللي انت عملته ده مش شغال، الجهاز اللي حضرتك عملته مش شغال، تروح تحرقه، هو بيعمل لك الاي سي وانت بتروح تحرقه على نفس الكابل. فانا بنصح كل الناس المحترمه تعمل الوصله صح، تعزل الشعر ده نهائيا كده، يبقى الاسفل مفيش اي شعره من الارضي تلمس الصباع النحاس، وبعد كده بتركب الاف كونكتر بتاعتك وتظبطها كده كويس، وتحط عليها شريط لحام، وتسيب بس دي الحره دي تلف معاك، تسيب بس دي تلف، الصاموله دي تلف معاك كده، وهتيجي هنا على الارض هتروح حاطط ايه؟ شريط لحام، وهتلزق حته لزقه كده عشان تفضل ثابته معاك. يا اما حضرتك، يا اما حضرتك يكون عندك مثلا لفه السلك نفسها جايه من الشركه راكب فيها الاف كونكتر دي، بيبقى تيجي راكب فيها الاف كونكتر. طيب يا اما عندك حاجه ثانيه، يا اما السلك مقطوع، يا السلك فيه وصله، يا اما حضرتك مخرج السلك من الباب والباب بيقطع عليه، يا اما مخرجه من الشباك والشباك كل ما يفتح ويقفل برضه بيقطع عليه، ده بسبب قطع الاشاره. طيب واحد حبيبي بيقول لي يا عم الاجهزه بتاعه زمان، الاجهزه الريسيفرات بتاعه زمان الكبيره ما بتقطعش اشاره. فعلا يعني عندك اجهزه الكوماكس والهيروشيما والفيجا والاسطرة والانواع القديمه اللي هي كانت الكبيره، الحجم الكبير ده، الأجهزة الكبيرة ديت بصراحة كانت الأجهزة الكبيرة، الريسيفرات الكبيرة اللي زي كده، الريسيفرات الكبيرة اللي زي كده، تمام؟ الأجهزة دي يا جماعة، الأجهزة دي شغالة على إيه؟ شايف حتى مخرج الإشارة فيه مخرجين، فيه مخرجين للإشارة. عندك في الأجهزة الحديثة مخرج واحد بس، يعني أون، طب التاني فيه أون وأوت، تمام؟ يعني دخول وخروج. طيب بتدخل عليه الاشاره اللي جايه من العدسه على مدخل الاون، وبيخرجها تاني يوديها الريسيفر تاني، تقدر تشغل من خلال الريسيفر ده 2 و3 و4 و5، واحد يناول واحد يناول واحد زي نظام الدايزك بالظبط، بس ده بيجدد الاشاره. طيب ده بالنسبه للريسيفرات الكبيره، الفرق بين الريسيفر ده وده. طيب نتكلم برضو، ده ريسيفر مفكوك كبير، اهو ده من النوع القديم برضو، ده من الانواع القديمه اللي هو فيه مدخلين للاشاره، دخول وخروج. عندك جوه هنا في تيونر، شوف علبه التيونر قد ايه اللي هي بيشتغل عليها الاشاره، شوف بقى الريسيفر كله قد ايه، شوف البورده جوه قد ايه ودايره الكهرباء قد ايه، شايف بورده دي قد ايه ودايره الكهرباء قد ايه، شايف بقى الريسيفر ده حجمه ايه. فيا جماعه فضلا كل الناس تحرص من موضوع انقطاع الاشاره بسبب ديت عطل كبير، واكتر حاجه بتواجهني انا شخصيا، وفي معظم الاحيان بصلح الجهاز للزبون وبياخد الجهاز عنده يروح يوصل في السلك اللي فيه نفس الشورت وعليه نفس القفله، يطير اي سي الاشاره تاني ويرجع تاني. فانا بتوجه في الفيديو بقول لكل اخواتي ولكل حبايبي ولكل الناس ان كل واحد يحرص من الموضوع علشان يقدر يحافظ على الجهاز عندك في البيت. وكمان لو عندك شاشه فيها ريسيفر داخلي
تقدر برضو تراجع التوصيله دي تكون تمام، وكذلك الامر التوصيله دي تعزل وتعمل نفس الشغل اللي انا عملته لك هنا، وبرضو تعمله فين؟ تعمله كمان في الطبق من فوق، كمان في الطبق من فوق، يعني الطرف الاول والثاني. طيب السلك ده، السلك ده لازق فيه جودات ممتازه وفي جودات تعبانه وفي حاجات شعب وفي حاجات ممتازه. يا ريت تجيب الحاجه النظيفه، السلك النظيف طبعا اللي يكون جودته حلوه بيساعدك في الاشاره. الطول بتاع السلك ما يكونش طويل قوي، يعني مثلا تكون انت قاعد في الدور الاول وحاطط طبق في الخامس، هتضطر تجيب له 40 متر او 30 متر أو لا. كل ما يطول السلك كل ما يضعف الاشاره، هتلاقي بعض القنوات عندك تشتغل والبعض ما يشتغلش فيها. فيا ريت كل اخواتي وكل حبايبي يخلي بالهم من الموضوع ده. انا بحذر كل الناس اللي بتيجي تعمل عندي شغل او بتعمل شغل في اي مكان تاني انه يحرص من الموضوع ده يا جماعه. الاجهزه اللي هي الصغيره ديت، السيفرات الصغيره دي ما بتستحملش انك تعمل شورت في كابل الاشاره. كان عندي الاجهزه الكوماكس والهيروشيما والفيجا، طبعا ناس صناعيه والناس اللي عارفه انا بتكلم ازاي. الاجهزه القديمه دي كانت لما تعمل قفله في السلك ويبقى في حته مقطوعه وفي شورت بمعنى اصح، او في قفله في الكابل بتاع الاشاره، بيكتب لي على الشاشه قصر في التوصيلات، قصر في التوصيلات. طبعا الاجهزه دي ما بتعملش كده، اول حاجه بيتحرق على طول، اول حاجه بيتحرق عندك اي الاشاره على طول. فيا ريت كل الناس تحافظ من الموضوع ده، خطير مش سهل يا جماعه. واغلب الاجهزه اللي بتجيني هنا في الصيانه عندي بيبقى فيها نفس المشكله وفيها نفس العطل. ويا رب كل الناس تكون استفادت من المعلومه. وكل مش شرط انك تكون صنايعي ويبقى عندك خبره، انت برضو انت مقتني جهاز في بيتك زي كده لازم يكون عندك الخبره ويكون فاهم انت بتعمل ايه وبتشتغل ازاي. انا حابب بس يعني في الفيديو ده اعرف كل الناس ان المشكله بتبقى من عندك مش من عندي ولا من عند الصنايعي التاني. الصنايعي بيعمل لك وبيحدث لك. يعني اغلب الناس اللي بتيجي، انا بقول ليه يا جماعه الفيديو ده قلته ليه؟ لان انا شغال دلوقتي طبعا اخطر حاجه بنشتغل فيها دلوقتي هو التحديث، تحديث القنوات، لان القمر 2020 طبعا في قنوات كتير قفلت ونزل ترددات جديده ب 2021. كل سنه وانتم طيبين. فاغلب الناس بتيجي لي هنا بلاقيه خالع الصاموله زي ما قلت لك، خالع الاف كونكتر دي، خالعها خالص في الريسيفر وجابه لي. اقول له انت جايب دي ازاي؟ خلي بالك عشان لو رحت هناك وصلتها. وبفضل اشرح له زي ما شرحت في الفيديو، افضل اشرح له لله علشان برضه يبقى هو فاهم، ما يبوظش الجهاز بتاعه ولا يتلف الجهاز بتاعه، ويبقى عنده خبره افضل بكتير من انه هو يكون ما عندوش اي خبره. ربما في يعني ربنا يرفع عنا وعنكم الوباء والبلاء يا رب، ربما في فيروس كورونا اليومين دول تتصل بحد تقول له تعالى عندي شوف لي الجهاز فيه ايه، شوف لي الكابل فيه ايه. فاغلب الناس بتخاف تروح يا جماعه، ويعني ربنا يحفظنا ويحفظكم ويشفي كل مريض يا رب، ويرحم امواتنا واموات المسلمين. فاغلب الناس هيخاف يروح لك علشان يشوف لك ايه المشكله. انت تبقى عارف وحريص انك دايما تراجع الحاجات دي. فدلوقتي انا عارف ان في ناس هتشاهد الفيديو ولو عندها قنوات مقطوعه، طبعا لو ما حدثتش انت عملت الشفت الحديث بتاع 2021 يبقى لازم تروح تحدث، ولازم تفك برضو كده، تفك الريسيفر بطريقه صحيحه علشان تقدر تروح تحدثه وتيجي توصله عندك ويبقى شغال، وتتاكد دايما من المشكله دي. طب لو انا حدثت يا استاذ محمد وعملت شفت وعملت ملف القنوات والراجل فرجني عليه وشغال عنده تمام، شغال عنده تمام، طبعا انت بتروح وبتاخد معاك طبعا ايه الشاحن بتاع الريسيفر. برضه لو الشاحن القدره بتاعته قلت بيقطع الاشاره عندك ويبوظ الاشاره، تضطر تجيب واحد تاني وتركبه بيشتغل عليه. ولو ركبت عليه الشاحن بتاع الراوتر، شاحن الراوتر لو ركب على الريسيفر الاتش دي هيشغله لك لو هو 12 فولت مش 21 او 19 فولت. طيب بعد ما تفكه وتتاكد ان حضرتك الصاموله عندك معزوله بالشكل ده، وتتاكد ان النحاسه اللي جوه دي، النحاسه اللي جوه دي شايف الحته البيضه اللي باينه دي، لازم دي تكون حره، حره بنفس الشكل اللي انت شايفه، ما يكونش فيه شعرايه من الشعر بتاع الارضي لامسه عندك في الكابل النحاس اللي في النص، السلك اللي في النص. فيا رب كل اخواتي وحبايبي يكونوا استفادوا، علشان برضو ما تحيرش نفسك وتفضل تتصل وتقول لحد تعالى اعمل لي وما تعملنيش. ربما واحد يجي لك وفي الف طبعا هيخاف على نفسه ان هو يدخل بيوت الناس او يكون هو تعبان نفسه. فربنا يا رب يحفظنا ويحفظ امه محمد. وفي اخر الفيديو بقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.